اتفضلوا. سلام عليكم يا سلام. يوم العيد وانتوا بقى مش ناويين تتجدعنوا وتشدوا حيلكم وتجيبوا لنا كده حته عيل يلعب مع اولاد خلانه؟ هو يعني كان بايدينا يا بدريه؟ لسه ربنا ما قررش. قادر على كل شيء ان شاء الله ان شاء الله. بعدين يا ست بدريه، كل الولاد دول ولادنا، وانا مستعد اخليهم يقولوا لي يا بابا حبشي مش عمو حبشي. وانا كمان هقول لعمته مديحه يا ماما. يسلم بقك وقولك يا حبيبتي. تقريبا في حد بينادي عليك يا ست بدريه. مين اللي بينادي؟ الحاج فتحي. انت مش سامعاه ولا ايه؟ لا ما سمعتوش. غريب، مع ان كلنا سمعناه. انت في حاجه في ودانك يا بدريه ولا ايه؟ سلامه ودانك. الظاهر يا اختي. بس انا ما سمعتش حاجه يا سميح. ولا انا يا اختي. امال قلت لها ليه الكلمه دي؟ بضايقها زي ما هي بتضايقكم. بس انا ما بتضايقش يا سميحه لما حد بيجيب لي سيره العيال. ولا انا سميحه. ربنا يخليك ليا يا حبش. يخليك ليا. قاعدة حلوة. تسلم ايدك يا ابني. ها جابوا لكم الفاكهة والمشاريب؟ الحمد لله جابوا لنا كل حاجة. تسكري يا بدرية يا بنتي. بقول لك يا بدرية، أنا مش مرة سألتك على خالي ده ابني. يا حاج فتحي مش وقته الكلام ده. لا إله إلا الله، ليه يابا مش وقته؟ هو في حد غريب وقته؟ في يا جماعة، ما تقولوا في حاجة؟ خير إن شاء الله. أنت مش قلتي لي اللي أنا عرضت على خالي ده ابني إنه ينزل معايا الشغل والواد ما رضاش؟ أنا؟ أنت. واقنعتيني ان انا لو قلت له الكلام ده تاني الواد هيفهم ان انا بتعاطى ومدمن، والا انا بقول كلام وبنساه وبرجع اقوله تاني. سلامة عقلك يا فتحي، ده انت الظاهر صحيح كنت محتاج العلاج. يعني ايه يا بدريه؟ يعني اللي بتقوله ده ما حصلش من اصل، وانك ما كنتش بتشوف بعينك وبتسمع بودانك، كنت بتشوف بعقلك وعقلك اتلحس وما كانش فيه عدو غيري. بدريه، طب والله العظيم الكلام ده حصل يابا؟ حصل يا احمد. طب واحنا نقعد نلف ليه حوالين الموضوع؟ هو مش خالد كان طرف في الحكايه؟ يعني الكلام ده ما حصلش يا بدريه؟ لا ما حصلش يا فتحي. وبعدين تعالى نحسبها بالعقل كده، ده لو كان رجع يعني بعد مشوار العلاج ده. هو خالد ابنك مش ابننا كمان ولا ايه؟ وهو انا في ديك الساعه يا فتحي لما ابني يبقى راجل مال وهدومه وبيشتغل وكسيب اعمل لكم شاي احسن بقى. لا والله ملوش لزوم. العمل جالك في لقمه قادر يا كريم. ايه ده يا فتحي؟ احنا اتفقنا على ايه يا والله العظيم يابا هي قايله لي الكلام ده. ما تعصبش نفسك امال. امسك خد التفاحه دي روق دمها. ماليش نفس. حول ولا قوه الا بالله. بقول لك يا احمد، شكلها بتتكلم صح. ما تاخدش الحاجه من على الوش يا رب. لا طبعا، سيبك من اللي قالته. المهم قالته ازاي. ازاي؟ بصوت عالي، عايزه تسمعنا يابا. في رساله معينه عايزه توصلها لنا. رساله؟ رسالتي ايه؟ ان الحاج فتحي بيخرف. يا خالد، يا واد يا خالد. عمك احمد بيند عليك يا خالد. تبقى اكيد انت عملت حاجه غلط. انا ما بعملش حاجه غلط، كل اللي بعمله صح. صح يا اد، مفيش حد من اهل الريان بيعمل حاجه غلط، حتى لو غلط صح برضو. نعم يا عم. نعم الله عليك يا حبيبي، اقعد لو سمحت. اقعد يا خالد. من هنا ورايح ما تفرقش عمك احمد، تبقى عامل زي ضله، انت فاهم؟ حاضر يا ابو. يعني من بكره تنزل معاه الشغل وما اسمعش كلمه لا دي ابدا. وانا عمري قلت لك لا يا حاج على حاجه قبل كده؟ ايوه مره قلت لي لا لما قلت لك انزل معانا الشغل. ما حصلش يا حاج. يعني ايه؟ يعني زي ابنك ما بيقول لك يا اخويا. لا اله الا الله. يا استاذ خالد، هل ابوك ما قالكش قبل كده تعال انزل معايا الشغل وانت رفضت؟ استغفر الله العظيم يا رب، ما هو بيقول لكم ما حصلش. هو في ايه يا جماعه؟ انا مش فاهم حاجه. فيه ان ابوك عايزك تنزل معاه الشغل يا خلوده. يا ريت، ده انا اتمنى، ده انا اللي كنت عايز اطلب كده منه من زمان. خلاص يا خالد، من بكرة تنزل الشغل مع عمك أحمد وتعلم منه كل حاجة، واديني يومين بس ارتاح من السفر وإن شاء الله هنزل معاكم. بأمر الله يا بابا، أنا إن شاء الله أقدر أوفق بين الشغل والدراسة. يا سلام يا سلام يا سلام، عفارم عليك يا واد يا خال. قوم بقى اتكل على الله، شوف كنت بتعمل إيه. ماشي. الواد بيقول أتمنى، بس أنا متأكد يا بدرية اللي أنت قلت لي الكلام ده. حصلت لنا البركه يا معالي الوزير. اتفضل. الله يبارك فيك. والله العظيم الواحد ما عارف من غيرك كان هيعمل ايه. يا سيدي ما تقولش كده. المهم الفتره دي اهم من فتره العلاج، خد بالك من نفسك. طبعا طبعا يا باشا، اتفضل انت روح لماجد بيه وانا هحصلك. شكرا. يا سيد. ايوه حاج. مع الباشا على فوق. تحت امرك يا ماجد بيه. ماشي يا حاج. حصلت لنا البركه يا باشا. الله يبارك في عمرك. اهلا وسهلا يا حاج فتحي. ايوه يا احمد. خلاص بقى.
والله انت ما تعرف الراجل ده عمل معايا ايه في امريكا. عمايل يا احمد ما عملهاش اخ مع اخوه. يا سيدي جزاه الله خيرا يا حاج. انا كنت عايزك شويه. خير يا حاج احمد. احنا اخوات مش كده؟ طبعا. وهي دي عايزه كلام وربنا يديم المعروف. يا رب يا رب. بس هو الحقيقه في شروط كتير قوي يا حاج فتحي عشان المعروف ده يدوم، خصوصا ما بين الشركاء والاخوات. انت عايز تقول ايه يا حاج؟ عايز اقول يا حاج ان الشروط دي للاسف مش متوفره بيني وبينك عشان المعروف ده يدوم. اللي فيه طبع عمره ما بيتغير. بقى انا ما صدقت اللي انا فوقت ورجعت اركز تاني، جاي انت تشتتني وتدخلني في وزيرك اللي ملهاش حلول. لا اله الا الله، ابدا والله. يا ريتها فوازير يا حاج، هيبقى لها حلول. أنا مش عايز أشتتك، ده أنا مستني اللحظة اللي تفوق فيها عشان أكلمك عشان تعرف تسمعني. يا نهار اسود، يبقى البورصة، البورصة حصل فيها حاجة يا أحمد؟ أبداً يا حاج، سبحان الله البورصة زي الفل، يا أخي اضرب في أربعة وده اللي مخوفني. اللهم صل على النبي، دي حاجة تخوف، دي حاجة تفرح، لا ما تخافش وجمد قلبك. طب يا حاج، بيقولوا إن الواحد بيتعرف من بيته أولاً ثم من أصحابه. أنا وإنت بقى يا حاج نتعرف من شغلنا. مفيش أي هزار ممكن يحصل في الشغل يا حاج أو يتقال عليه، خصوصا فيما يتعلق بالدين. الدين يا حاج الحاجة اللي احنا متعلقين فيها، وبقول لك للمرة الألف أي تشكيك في ديننا اعتبرنا انتهينا. والعياذ بالله، لا كله إلا كده، إلا الدين يا أحمد. الله أكبر الله أكبر. أنا مبسوط قوي إنك اتحمقت عشان دينك، ودينك بيقول لك خد بالك من بيتك. بيتي؟ وماله بيتي يا حاج؟ الفترة يا حاج اللي أنت غبت فيها كانت فترة طويلة قوي، ناس كتير جم سألوا عليك، واللي كانت بترد سؤالهم بدرية كانت بتسبق أي إجابة باسمك، يعني كانت بتتحامى فيه بتقف وراه، ويا ريتها صينة. تاني يا أحمد تاني؟ قصدك ايه؟ قصدي يا حاج ان صوره راجل مؤمن زيك ما ينفعش تنقلها عنه واحده ست. انا روحي بقت في مناخيري، هات من الاخر يا احمد. حاضر يا حاج، حاضر 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 يا حاج. اهدى، ابوس ايدك. قبل ما نتكلم وقبل ما انت تعمل اي حاجه، انا عايزك تعرف ان انا خايف على اللي بيننا فتحي، خايف على الاخوه قبل ما اكون خايف على شغل ولا مصلحه ولا فلوس. صدقني الصور لو نزل منها صورة واحدة بس في أي جريدة، قول علينا وعلى شغلنا وعلى اللي بينا كله. الرحمن الرحيم. صور ايه دي يا احمد؟ افتحها وانت تعرف. يا بنت الكلب! 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 Thank you.
الواد الزبالة ده يشال مرافعة ويترمي برا الشركة دلوقتي حالا. حاضر حاضر يا حاج، والله هنعمل كده، بس اهدى، هو ما يعرفش ان احنا عارفين حاجة. وهو لو عارف ما هو هيقول لابوه، والمحبة دي كلها تقلب العداوة يا حاج، وده مش مصلحتنا خالص. مصلحتنا مش مصلحتنا، انا ما تفرقش معايا، المهم مرتاح. الواد ده لو ما مشاكش من هنا النهاردة يا احمد هرتكب جناية، وبقول لك على حاجة، همضحكوا في مصر كلها. خلاص يا حاج خلاص، والله العظيم هنعمل اللي انت عايزه، بس يعني مش بالظبط قوي. يعني ايه مش بالظبط قوي؟ عايز افهم. يعني هنمشيه، بس مش هنمشيه من الشركه كلها، هنمشيه من هنا. هنمشيه ازاي يعني؟ هنقول له ايه يا سيدي؟ هنوديه كيلو 26، هنقول له احنا محتاجينه هناك اكتر من هنا، هنجيب خالد ابن اخوك يقعد معانا وعايزينه في وسطينا. ايه؟ ماشي ماشي، اعملوا اللي انتوا عايزينه، المهم ما اشوفش خليته تاني في الشركه. حاضر يا حاج ماشي. طيب اهدى بقى، الله يبارك لك، عشان في ناس مهمه جايه، وده ميعاد مهم لمستقبلنا كله. ميعاد ايه يا احمد دلوقتي؟ شايفني فاضل مواعيد ولا فاهم المواعيد؟ لا ده ميعاد مهم قوي، ده محافظ القاهره ومحافظ الجيزه ورئيس هيئه النقل العام، والنبي لما يبقى رئيس الجمهوريه مش هقابل حد. ما ينفعش يا حاج، لا اله الا الله، الناس عارفه انك موجود، وبعدين انت رئيس مجلس الاداره، ما ينفعش تعتذر. ايه يا حاج الكلام ده؟ احنا ما صدقنا يا اخي. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ ده الدكتور كاتبهولي، واخده عشان اهدى لساعه اللزوم. ايه بقى لزومه دلوقتي ان شاء الله؟ انت يا ابني مش بتقول لي في ميعاد مهم؟ مهم جدا. طب خلاص، هاتوا لي الورق والملف. اهو الملف قدامك على المكتب. طب خلاص سيبهولي، روح خلص الموضوع الواد ده. حاضر يا حاج انا هخلصها. خلاص روح من قدامي دلوقتي اهو. حاضر يا حاج. لا اله الا الله. يا ابن الكلب. لا سعادتك يا سيادة المحافظ، لا كده احنا نبقى وفرنا تقريبا 12,000 فرصة عمل بتأميناتهم بكل حاجة. ما قلناش حاجة يا حاج، بس انت برضو هتزود القاهرة والجيزة 2000 اتوبيس بحالهم، يعني معنى كده ان انت هتزود التكدس وهتزود الزحمة كمان. يا سبحان الله. طب ليه يا باشا ما تقولش اللي احنا هنحل أزمة المواصلات والزحمة الشديدة الموجودة في الأتوبيسات؟ ده غير اللي احنا هنشغل سوق قطع الغيار والورش ومراكز الصيانة، يعني رزق كتير للناس وللبلد لمؤاخذة. وبعدين يا فندم احنا مش هنجيب الأتوبيسات دي كلها دفعة واحدة، احنا هنجيبهم على دفعات، يعني مش هنرميهم في وسط الزحمة كده مرة واحدة. واحنا مش هنسيب الزحمة تاكلنا ونقف نتفرج، لا ده في طرق جديدة هنعملها في إطار خطة كبيرة عشان نتوسع ونفك عقدة الزحمة دي، وبالتالي هنحتاج لعدد اكبر من الاوتوبيسات. وبعد اذن معاليك سياده المحافظ، انا يهمني جدا ان انا اطمن على تعريفه الركوب. يا فندم بالنسبه للتعريف احنا موافقين على التعريفه اللي حضراتكم هتحددوها، احنا بس يعني بقترح بعد اذنكم اننا نزود التعريفه بتاعه الاوتوبيسات بتاعتنا شويه لو ممكن. ليه يعني؟ هو اوتوبيسات هيئه النقل العام عندنا بقت كخه ولا ايه؟ لا سمح الله، ما حدش يقدر يقول كده يا باشا، ده هيئه النقل العام ورئيس هيئه النقل العام اللي هو سيادتك على دماغنا من فوق. بس ما تاخذنيش يعني، احنا هنجيب اتوبيسات جديدة عزير ومكيفة، يعني هنقدم خدمة ممتازة، يعني مفيش مانع برضو للتعريفة بتاعتنا تبقى زيادة شوية. وبعدين يا فندم حتى التعريفة دي حضرتك اللي هتحددها، واحنا ان شاء الله موافقين عليها. اوكي، بس بشرط ان السواقين يكونوا عندي من الهيئة، وده طبعا بعد السادة المحافظين لما يدرسوا المشروع يوافقوا عليه. انا بالنسبة لي موافق وبشدة جدا على المشروع ده، وشايف انه هيبقى اضافة فرصة كبيرة للدولة. ده مصلحة الجمارك هتحصل من ورا مش أقل من 40 مليون جنيه، وهكله هيصب في خزينة الدولة. أيوة كده، سمعنا صوتك يا باشا، بالظبط كده. وإحنا ناويين إن شاء الله طبعا نتوسع في المشروع ده يا رب من اسكندرية لأسوان. أنا بقى بالنسبة لي محتاج أدرس الموضوع علشان خاطر لا أظلمكم ولا أظلم المحافظة. يا جماعة أنتوا عارفين محافظة القاهرة حساسة شوية، وأي حاجة فيها ممكن تأثر عليها وتتقلب الدنيا فيها. أو تعدلها معاليك. معليك بس يا باشا، دي موافقة مبدئية، وهيحصل قطع الاجتماع بين محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام وشركة الريان، عشان نشوف ايه المقترحات عشان نقدر نحدد من خلالها اماكن المحطات ونعمل محطات جديدة. ليه؟ ما عندنا محطات على هيئة النقل العام ممكن نستخدمها. هنستعمل محطات النقل العام، بس كمان بعد اذن حضراتكم هننشئ محطات جديدة علشان الخطوط بتاعت الاتوبيسات بتاعتنا الجديدة، يعني يبقى من ده وده. على العموم كل الحاجات دي هندرسها وهناخد قرار نهائي بشأنها. واحنا من ناحيتنا فندم ان شاء الله جاهزين، شركه مرسيدس والسفير الالماني عندهم استعداد يمضوا العقد في اي وقت. طب واحنا مش هنطلع المانيا عشان نعاين الاتوبيسات اللي هتمشي بشوارعنا، ولا راي سعادتك ايه يا سياده المحافظ؟ امال ايه يا ابو ذكري بيه، ده انت هتروح المانيا، ولو عاوز تروح الهند كمان هتروح. نكت برضه نقرا الفاتحه بسم الله. على ايه يا حاج احمد؟ على كل خير يا باشا، ان ربنا يوفقنا، دي الفاتحه حلوه.
الفاتح. اتفضل يا حاج عبد الوهاب، تعالى ما تتكسفش يا راجل، تعالى اتفضل. يا اهلا وسهلا. يتكسف من ايه؟ منك انت يا حاج. تكسف مني انا ليه؟ اصله الحاج عبد التواب كان عنده مشكله تعباه جدا، كان عاوز يكلم الحاج فتحي فيها فمحرج، قلت له لا يا راجل تعالى، سحبته من ايده ودخلت عليك دوري. خير ما فعلت. خير يا استاذ عبد التواب؟ اتمنى ان يكون خير ان شاء الله. يا سيدي ان شاء الله خير. وبعدين هو انت يا حبيبي عايز حبشي عشان تقول لي الكلام اللي انت تقوله لي، وانت تقول في اي وقت اللي انت عايزه. اتفضل. احمد ابني يا حاج عنده مشكله في عينيه، ممكن بعيد عنك ما يشوفش تاني. بعد الشر يا راجل ما تقولش كده. لا لازم يقول كده يا حاج، علشان لو ما سافرش بره وعمل العمليه لابنه، ابنه ممكن ما يشوفش تاني. خلاص يسافر يعمل العمليه لابنه، ايه المشكله؟ ما هنا المشكله يا حاج، العمليه دي لازم تتعمل بره في الخارج، وعندك اتعاب طبيب وفتح اوضه عمليات وسفريات، كل ده محتاج حوالي 5000 جنيه استرليني، وهو معهوش الا 2000 جنيه مصري. على بركه الله ان شاء الله انا هتكفل بتكاليف العمليه كلها، وال2000 المصري دول خليهم معاك يا عبد التواب. ربنا يكرمك يا حاج. يا حبيبي ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يفرج عليك كمان وكمان. احنا اخويا. ايوه ايوه يا استاذ رحيم. ازاي وانت ليه ما تقوليش حاجه زي كده يا ريس؟ ما ينفع. لحظه واحده. اتفضل انت حتى. اتفضل يا حبيبي، وكل ماضي بامر الله. بارك الله فيك يا حاج، بارك الله فيك. ما ينفعش اللي انت بتقوله ده يا استاذ. لا انا لازم اعرف. لا طب ما انت ما صرفتش وما عملتش حاجه. لا اله الا الله يا سيدي، طالما انت ما صرفتش انا كده اللي هروح في داهيه. معلش انا اسف، هقفل التليفون. يهدى ازاي بس يا فتحي؟ ده ممكن كده يروح في حديد فيها وتبقى فضيحه بجراجل تهز الشركه كلها. قول له يابا، قول له اللي عملي ده فعلا عن وحيد تعلب، كانه هو اللي اخوه مش انا. انتوا عايزين الحق يعني ولا ابن عمه؟ وحيد مش غلطان، هو احمد اللي خطف الراجل وكهربه ومضاه على شيكات، هو اللي عمل كده ولا انت؟ يا سيدي انا، وراح عمل فيها محضر خلاص، مع اني كنت انا ومحمد. بس سيبك من دي، ليه ما قاليش ان الراجل راح عمل فيها محضر؟ يا بني ادم ما كانش عايز يزعجك، كان فاكر انه هيعرف يحل المشكله لوحده، ما عرفش. برضه كان لازم يقول لي. يا جماعه دلوقتي المشكله في خطف الراجل وتعذيبه، ولا طعنه بالتزوير في الشيكات اللي مضيئة؟ الاثنين يا حبيبي، الخطف والتزوير. بس لو واحده اتحلت التانيه تتحل على طول وراها. الاستاذ وحيد المحامي ده ما قالش تتحل ازاي؟ لا ما قالش. لا ايه؟ قال لو انت اثبتت انت كنت في مكان تاني ساعتها يبقى الموضوع اتحل. يعني مش معقول تخطفه وانت موجود في مكان تاني غير اللي هو قال عليه. ويطلع هو الكذاب وابن 60 كلب ساعتها عشان بيتهرب بالشيكات اللي هو مضيها. يعني تفتكر يا حاج ان هو ممكن يقول انه كان فين يعني؟ ولو قال يعني اعرف يثبتها ازاي؟ يقول انه كان في السيما ونجيب له تذكره ساعتها بالوقت والتاريخ. بلاش هزار يا حبش، الله يبارك لك مش وقته. والله يا دكتور احمد بتكلم جد. خلاص لا تتكلم جد ولا تهزر يا حبش. يوه لموا بقى انتوا الجوز، احنا في ايه ولا في ايه؟ ركزوا معايا كلكم واسمعوني كويس. احنا نستشير محامي تاني غير اللي اسمه وحيد تعلب ده، يكون محامي عقر وادي ابن حنت يفهم في الكفت، وهو اللي يدلنا ايه اللي ممكن نعمله بالظبط. احنا لسه هنستنى يا حاجة لما نستشير، على بال ما نستنى يكون القضية اتحكم فيها. خلاص خلاص احنا نكلم فهمي بيه يكلم لنا حبايب ويوصيهم ينيمونا الموضوع شوية. مش هينفع يا حاج، انت عارف المحروس ابنك خطف مين؟ شريك حافظ سعيد، الوزير حافظ سعيد، يعني عظمة جامدة، يعني الموضوع مش يخلص بالسهل كده. يعني ايه؟ خلاص قفلت زي الضمرة. استغفر الله العظيم يا رب. لا فتحت، الحمد لله الحمد لله. خلاص يا ولاد انا لقيتها. ايه لقيت ايه يا حاج؟ لقيت الحل يا محمد. احنا نجوزك يا احمد. ايوه نجوزك، نشوف بنت كده جدعه نقدر نلين دماغها بقرشين حلوين ونكتب عليها المأذون من عندنا والدفاتر من عندنا، نكتب فيها التاريخ اللي احنا عايزينه. العقل كده معقولة؟ معقولة يوم كتب كتابك وليلة دخلتك هتخطف وتعذب؟ الله ينور عليك يا حاج، فكرة مية مية. عشان تعرفوا بس ان انتوا كلكم كلكم واولكم حبشي، ما تسووش اي حاجة من غيري. لا بجد الله ينور عليك يا حاج، وشوف لنا بقى المحامي العقر ده عشان يفبرك الموضوع. يا ابني افهم، المحامي اللي معانا ده عقر، العقر كمان انت ايه؟ طبعا اذنك يا بابا. دي واحدة. انا فين فتحي؟ هاجي على طول.
جيب. اتفضل يا حاج. هجيب لك ميه. روح انت. فتحي يا مستخبى منا فين ده بس يا ربي؟ كان مستخبى لنا جوه الكنز، الكنز الملعون اللي لعنته نزلت على دماغك ودماغنا هذاك يا توفيق. استغفر الله العظيم يا رب، سامحني يا رب. شد حيلك يا فتحي، حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله حبيبي. ربنا ياخد بيدك يا ابني. في ايه بقى؟ وحش. في انتكاسة، وده معناه إن حالته بقت أوحش مما كان عليه. يعني خطر قوي ولا إيه؟ طبعا خطر. والعمل، والعمل يا ولاد توفيق. هنعمل ايه في ايه بس يا بابا؟ في فتح يا حمد. احنا مش في فتح بس يا محمد، احنا في الفلوس وفي الشركات اللي تحت ادارته وتحت رجليه. بتفكر في ايه يا حمد؟ ده وقته. تفكر في اللي جاي. طب وفتح؟ فتح راح. ما تقولش كده، ما تقولش كده. فتحي ما راح، فتحي ما راحش يا احمد. فتحي لسه موجود وهيرجع تاني احسن من الاول. لازم يرجع تاني احسن من الاول. لازم احنا نتصرف ونخليه يقف على رجليه. لازم. طمن يابا طمن، احنا ان شاء الله هنتصرف، ما تقلقش. ما اسمعكش تقول كلمه راح دي على غبتين. وكتاب الليل لو سمعتها منك تاني نقطعك العمر كله. انا بقول لك. حاضر يابا. تخلص يا احمد. ما تخلص يا ستي ومزاجي، ما الميه هي اللي مقطوعه. صبي واجيب لك بدلها. حاضر حاضر. انا عمري ما شفتك كده. وديك شفتين. يبقى واجب عليا اسالك، ولو عايز تقول لي فيه ايه هتقول لي. لو سؤالي اذا كان هيزعلك خلاص اعتبرني ما سالتكش. بدريه يا ستي. مالها بدريه؟ عملت ايه تاني؟ وقفلنا زي اللومه في الزور، في الشغل، في السيره، في كل حاجه. هي لسه ما اترجعتش. ايه هما مش اتطلقوا؟ ايوه اتطلقوا، بس هي عارفه ان فتحي بيحبها، عارفه انه ضعيف قدامها ممكن يركع تحت رجليها. انا مش عارف اعمل لها ايه. اسحر لها؟ ما تسحرش الست غير الست اللي زيها. يعني ايه غاليه؟ ياه غاليه، اذا كانت الكلمه دي اللي هتفكرك بالغاليه يبقى هقولها لك كتير. يا سميحة أنا مش ناقص، أرجوك قولي لي يعني إيه؟ يعني إذا كانت بدرية دقة مسمار في قلب فتحي نشيله ونحط غيره. يعني نجوز فتحي؟ بالظبط كده. أيوة، بس مواصفات مراته تبقى عاملة إزاي؟ لازم تكون أحلى وأجمل من بدرية، وأهم حاجة تكون أصغر منها. إشمعنى؟ عشان حتى لو ما عجبتش فتحي سنها هيجنن بدرية. يا لئيمة جدعة يا بت. بت؟ إشمعنى المرة دي بقى اللي قلت لي يا بت؟ معلش سامحيني يا سميحة. يا ساتر، أنا كل ما أكبر أنت تصغر، كل ما أكبر أشوفك بتصغر بتصغر لحد ما لقيتك بيت. يا سلام. طب قولي بقى، البت اللي هتجوزها لفتحي هتجيبها منين؟ لا ما تقلقيش، البت دي عندي. سارة الحسيني؟ إيه رأيك؟ والله العظيم أنت غريب أوي يا أحمد. والله يا أخويا كلنا أغرب من بعض، واحتمال أبو حميد عشان كده ناجحين. لا، ننجح في الشغل دي حاجة، لكن بقى موضوع العلاقات الاجتماعية والتربطات الدبلوماسية اللي انت بتعملها دي حاجة تانية خالص. ما يفروش عن بعض يا ابو حميد، ما يفروش كتير. شايف السبحة دي؟ مال؟ الخيط اللي فيها هو العلاقات والتربطات اللي انت بتتكلم عليها، وكل حباية من الحبات دي مشروع من مشاريعنا. لو اتقطع الخيط
تتفرط السبعه. يا سلام عليك، بس بيني وبينك البت شديده قوي. عيب عليك يا واد، دي هتبقى مرات اخوك. اه لا معاك حق فعلا. طب ايه، انت كلمتها ولا ايه؟ لسه. لسه؟ ولما هو لسه ايه اللي مخليك مطمن قوي كده انها هتوافق؟ تاريخها. تاريخها؟ قول ايه، هو تاريخها مكتوب فيه انها توافق تتجوز فتحي؟ لا مش بالظبط كده يعني. امال ايه يعني؟ ابوها او باباها زي ما هي بتقول يعني بيشتغل محامي تعويضات وضرايب. بدأوا حياتهم في مساكن زينهم فجأة كده وبدون أي إنذار اتنقلوا لحي الزمالك. هي بقت خريجة جامعة أمريكية بيزنس، أخوها راكب عربية أحدث موديل. كل اللي أنت قلته ده ملوش علاقة بفتحي. برافو عليك، بس له علاقة بعيلة عندها طموح، وممكن عشان طموحها وتطلعاتها تعمل أي حاجة بما إن في مقابل. تقوم توافق تتجوز فتحي يا أحمد؟ بيزنس إز بيزنس. طب ما تتجوزها أنت، ما أنت كمان محتاج تتجوز عشان ما تتسجنش. يعني جوازة بيزنس برضو. والله عندك حق، بس اخوك فتحي اولى، وبعدين ما تقلقش عليا، انا لما احب اتجوز هقضي نفسي. ساره. افندم يا دكتور. سامع الجديه والطعامه اهلا في العمل. تعالي لي لو سمحت. اوكي يا حاج. وبعدين ما تنساش حاجه، هي شغاله عندنا بشروطنا احنا، ما كانتش محجبه، قلنا لها هتحجبي اتحجبت، عشان كده خدت فلوس كتير قوي. تاني يوم يا معلم جت ما فيش على وشها نقطه مكياج، كل شيء بمقابل. اتكل على الله عشان هي جايه دلوقتي. ايه ده اتكل على الله؟ اتكل على الله ازاي يعني؟ ما تخليني قاعد يمكن اتعلم منك حاجه. يا جدع انت ليك النتيجه، مالكش دعوه بالتفاصيل. سامع الرقه في الخطه؟ ماشي يا رئيس، خد بالك انت بس، دي هتبقى مرات اخوك. ها اتفضل. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا حاج محمد؟ يا اهلا اهلا. اتفضلي. ميرسي. طمنيني، ايه الاخبار؟ معرفش، احنا بنساعد في صنع الخبر والنتائج عند حضرتك. مش فاهم يعني. يعني الاخبار عندك يا حاج، لاني لو انا اعرف الديتيلز واضمن النتائج كمان غالبا كنت هشتغل لحسابي مش هشتغل عند حضرتك. كلام جميل. هو ايه بالظبط اللي جميل؟ اللي جميل هو ردودك مختصره وجاهزه. ميرسي. خلاص كده ميرسي وخلاص. ما هو لو كان في كلام تاني مفيد ممكن اقوله اكيد كنت هقوله. انت موهوبه بجد، موهوبه يا ساره. عشان كده يا فندم انا كنت رافضه فكره الحجاب دي. وايه اللي خلاكي وافقتي؟ عشان حضرتك اقنعتني، وكمان عشان اثبت موهبتي واشتغل. طالما الحجاب وجوده هيشغلني وعدم وجوده ممكن يقف في طريق نجاحي. يعني انت لبست الحجاب وانت مش مقتنعه؟ طبعا، بس اقتنعت بفكره الشغل المشروط، وكمان طالما انتوا شغلكم مرتبط بالوجهه. معلش سامحيني، يعني ايه مرتبط بالوجهه؟ يعني مش معقول كلكم هتبقوا مربيين دقونكم وانا هشتغل من غير حجاب؟ مش لوجيك يعني. صح، انت عظيمه يا ساره، انت عظيمه ورائعه. العظمه والروعه نتيجه في الشغل، واكيد بيبقى ليها مقابل. انت عارفه يا ساره انا مشكلتي ايه؟ طول حياتي ما لقيتش اللي يعاملني في البيزنس راس براس. لحد ما شفتك حسيت ان دماغك لا طيلاني. وده بقى معناه ايه؟ معناه يا ستي اني نويت اشيلك مشروع لوحدي، ايه رايك؟ حضرتك شايف ان امكانياتي تنفع ان انا اشيل مشروع لوحدي؟ طبعا طبعا امكانياتك تسمح. طب ممكن اعرف ايه هو المشروع؟ جواز. قبل ما تتسرع خدي وقتك على الاخر وفكري. انا ما تسرعتش، حضرتك اللي تسرعت وقلت وعلقت. انا فعلا كنت هفكر، بس حضرتك قلت مشروع وبعدين قلت جواز. ما هو اسمه كده، مشروع جواز. طيب ممكن اعرف بقيه عناصر المشروع عشان افكره بشكل موضوعي شويه؟ بزنس از بزنس. اوكي. حاجة فتحي قوم يا حاج. ايوه ايوه. انا الدكتور طمني يا حبيبي. ابي الحمد لله رب العالمين، بس هو وصاني وصيه مهمه قوي قوي قوي. وصاك ايه؟ تجهز الطرب. ما تقولش كده يا حاج. قال لي الحاج فتحي لازم ينسى كل اللي فات كله. ازاي؟ مش فاهم. لا انت فاهم يا حاج فتحي، انت فاهمني كويس قوي. اهم من اللي فات يا حاج
اللي جاي فلوسنا. الشيله كبرت قوي يا حاج فتحي، تقلت عليا انا واخوك محمد والحاج، عايزينك معانا. احنا دلوقتي محتاجينك اكتر من اي وقت فات. عايز اعمل ايه وانا مرمي هنا؟ عايز اعمل ايه؟ هتخرج يا حاج، هتخرج وهتعيش عيشه تانيه خالص. ازاي؟ انا عارف انك كنت بتحبها. انا لسه بحبها بنت الكلب. هي عارفه اللي انا بحبها وبعشقها، بس انا مش هنقولها، هدوس عليها بالجزمه، هدوس على قلبك بالجزمه. ايه ده حبيبي؟ ايه ده حاج؟ ايه ده ابو سيد؟ ايه ده ابو سيد؟ ايه ده خالص؟ ايه ده خالص؟ تمام كده يا حاج، تمام. انا لو منك انساها خالص، الله يدعن ابو الحب اللي يعمل في بني ادم كده. يا ريت يا حمد، يا ريت. انا اتمنى. طب يا حبيبي خلاص، وربنا حقق لك الامنيه والله. ازاي؟ تتجوز يا حاج. حلوة منك. هي حلوة بس يا حاج، هي حلوة قوي وجميلة قوي وشيكاوي البنت. انت جاي تهرج عليا وانا عيان يا احمد؟ ده كلام تقوله معاش اللي هرج عليك. لا ابدا، ده انا جايب لك بنت بنوت ومثقفة قال وخريجة جامعة امريكية وستايل ايه واللغات ويوي، حاجة تشرف يا حاج. وبعدين يا سيدي انا ممكن اجرها لك، اشتريها لك بفلوسك يا حاج. لا اله الا الله، تيجي تعمل حاجه محدده والله عملتها ونجحت فيها، وانت ها عجبتك كملي يا حاج، ما عجبتكش خلاص تمشي، وكان الله بالسر علي. هو في كده يا احمد؟ ايوه في يا حاج. هي موافقه؟ هي مستنيه موافقتك يا حبيبي. شويه احنا في صاله افراح، احنا مرتبطين في صاله افراح، هو اي حد ده فتح الريان يا حبشه. ايوه بس والله عايزين صحه وسلامه باذن الله وجوازه كمان. هروح هروح بس قالوا لي لا. ايه الله يبارك فيك. هروح هروح يا حبيبي حبيبي، الحمد لله على السلامه. بسم الله ما شاء الله. بتضحك على ايه؟ بضحك على ايه؟ على الزفه وكتب الكتاب اللي انت عامله من فتحي وفي المستشفى هنا. طب ما كان لازم يحصل في المستشفى وهنا. ايه اللي لازمه بقى؟ يا ابني لازم يخرج من المستشفى وفي ايده عروسه بنت بنوت زي القمر، ونعمل له زفه كبيره قوي قوي عشان اللي بالي بالك ده. انا زغرت ورد طالع. عاجبك كده؟